بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، حياكم الله معاي بروتين جديد. اليوم بإذن الله تعالى فلق السفر كامل. طبعا الفيديو اللي قاعدين تشوفونه قدامكم هذا فيديو مبارح، اختصرت كذا لكم بشكل سريع، اللي حابة تشوفه تروح تشوفه، كانت تجهيزاتي للسفر. واليوم بإذن الله تعالى السفرة بمشيئة الله تعالى بتقضون معاي 4 أيام، اختصرتها لكم بنص ساعة. تمام. بس قبل ما نبدأ أنا عندي تعليقين اثنين أنا حابة أجاوب عليهم. التعليق الأول، في بنات يقولوا لي يا أم سارة الفيديوهات طويلة. تمام. دائما لما أسوي إحصائية بالمنتدى عندي يطلعون اللي يبغون الفيديوهات طويلة قرابة 85%، واللي يبغون الفيديوهات قصيرة 15%، يعني شيء لا يذكر. وأنا أمشي مع الأغلبية، الأغلبية يبغون الفيديوهات طويلة، وأنا ما أشوفها طويلة صراحة، نص ساعة أنا أشوفها جدا ممتازة. والبعض التعليقات تقول يا أم سارة فيديوهاتك طويلة ومملة، حنا ما ورانا غيرك، يعني ورانا قنوات ثانية نبغى نشوفها. أنت متى مجبورة أصلا تشوفين قناتي؟ أنا من الناس اللي ما أحب أذلل للمتابع علشان يعني يتابعني ولا يرضى علي. المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. أنا إنسانة محترمة وأحب الناس المحترمين، طالما فيديوهاتي طويلة أطلعي من القناة مشكورة، يعني لا أكثر ولا أقل. بس أنا عارفة أن الفيديوهات بالنسبة لك هي طويلة، وعارفة أنك مستمتعة بالقناة عندي، فاللي تقول الفيديوهات طويلة ومملة لا تتفرجين عليها أحسن، واللي تقول الفيديوهات طويلة فيك تقسمين الفيديو على اثنين يعني وتشوفينه على يومين. التعليق الثاني، دائما يتكرر عندي بصورة من الصورة هذه، تقولي خليكي واقعية، بيتك دائما مرتب ما شاء الله تبارك الرحمن، وأنت تقولين البيت حوسة. شوفي اللي تعودت على الترتيب تمام، لو يصير أنت نقطة حوسة صغيرة بالبيت بتضايق، وأنا كذا لأني دائما إيدي في بيتي، فأحس إنه البيت أوقات ما هو مرتب لأن البيت ينحاس عندي. تتوقعين إنه ما عندي إلا سارة البيت يعني ما ينحاس؟ الكلام هذا مو صحيح أبدا. يجوني خواتي، عيال خواتي، عيال أخواني. فرق بين وحدة تركض 24 ساعة في بيتها وبين وحدة قاعدة 24 ساعة على السناب والإنستغرام، صراحة شتان. كلامي دايما يوجع البعض ويضايق البعض لأني صادقة. في بعض النساء الله يا رب يجزاهم خير 24 ساعة ما يلحقون في بيتهم، وبيتهم مرتب ما شاء الله تبارك الرحمن، لأنها في بيتها تكرف. وفي بعضها بيتها محيوس وبيتها حوسة ومي قادرة تلحق بالبيت لأنها قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نكون واقعيين، بيتي اللي تشوفينه 24 ساعة مرتب، في إنسانة تكرف في هذا البيت وفي إنسانة تشتغل اللي هي أنا. الحين خلونا كذا نسمي بالله الرحمن الرحيم ونبدأ في فيديو اليوم، نشوف إيش في عندنا. يلا على بركة الله. قبل ما نبدأ الفيديو أنا حابة أعرفكم على قناة الجميلة الرائعة نوارة. الإنسانة هذه تعليقاتها دائما تقرونها عندي، تكتب في خواطر ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا على التعليقات الحلوة اللي دائما تكتبينها عندي بالقناة، شكرا على كل كلمة إيجابية دعمتيني فيها، دائما ترفع معنوياتي. دائما لما يجيني أذى من أحد أو تعليقات مسيئة ألقاها من أول الناس اللي وقفون معاي. الله يسعدك يا نوارة، والله يا رب يحفظ لك عيالك إن شاء الله. شكرا على كل حاجة حلوة كتبتيها لي، الله يا رب كذا يسخر لك عيالك إن شاء الله. بخلي لكم رابط قناة نوارة، التصقوا بالناس الإيجابيين، ادخلوا على قناتها يا بنات، قناتها في صندوق الوصف. صحة سارونا، رحين فندق تحمسة. يلا مامتي يلا. طبعا أنا خذيت معي مي بارد من الثلاجة، كنت أحسن ما نشتري عندي مي يعني. خلصنا. تعالي سارول مع بابا. أنا دايما كرتون بندورة دايما كذا. متى يجي الشتاء؟ متى يجي الشتاء يا بنات؟ متى يجي الشتاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضحة مواريها حر سبحان الله، واضحة من غير أي كلام، واضح إنه شوب اليوم. خلاص طلعنا الحين كذا، شوفوا معانا هذا العنب والفواكه اللي حطيناها. قلت لزوجي عطها حق الليكوي الملابس يعني،
الكوة فرايحين الحين نبغى نعطيها للكوة. صراحة يفترض يطلع نظام عندنا هنا بالسعودية، ما أدري هذا النظام طالع بس ما طبقوه، ماني عارفة. ممنوع أحد يشتغل بعد الظهر، تخيلوا في عمال يشتغلون بعد الظهر، تخيلوا فترة الصبح حر فما بالكم بعد الظهر، يعني خصوصا أصحاب اللي يروحون بالعمار البنايات وما البنايات، حرام شيء يطبخ الراس طبخ يعني. هذه روح بالأخير سكر يمكن. خلاص الحين كذا منطلقين على بركة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأن إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أننا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. استودعت الله بيتي وديرتي وهلي. طبعا الرحلة هذه مو كلها عائلية، يعني مو كلها رايحين علشان يعني موضوع عائلي، لا احنا رايحين كمان علشان زوجي عمل ايه عنده شغلة بالرياض، ف يعني طالعين احنا اصلا من القصيم الى الرياض. خلاص احنا رايحين الى القصيم، ارجع عيد وزيد المتابعات اللي ما يعرفون، عندي زوجي قصيمي ابو سارة من القصيم، احنا رايحين القصيم عند اهل زوجي، بعدين طالع زوجي الى الرياض. طبعا هو طالع الرياض، تروح لحالك الرياض انا ماني تخيل صد رد تبغى تقضيها بيوم واحد صباح وارجع الظهر قريبه يعني. اي يعني بيوم واحد تخيلوا، مو مستاهله حتى اني اروح. فقلت له خلاص اطلع للرياض، عنده شغله يبغى يخلصها تخص دوامه يعني، وبعدين نرجع الى يرجع الى القصيم ان شاء الله، واحنا بالقصيم تركنا يعني بعدين يرجع لنا، خلينا انا وساره كذا. وقفنا عند اسواق ريف الاتحاد، ريف الاتحاد. قلت لزوجي هات عصير وهات شبس قرامش يعني ومكسرات، بس انا معي حلى ومعي فواكه ومعي غدا يعني ناكل منه الحمد لله. استنى عاد اسارونا ابو سارونا يجي، درجه الحراره يا بنات واضح ان مواريها حر 39، تخيلوا 39 والحين 10:30، يعني ما تجيكم الساعه 12:30 وحدة الا درجه الحراره صافقه 42. قلت لزوجي تبغى تفطر؟ قال شوي لما اطلع امسك الخط بس. فقلت له قلت خلاص انا افطر وبعدين تفطر. قال زين. المهم طلعت هذه سميها البكشه. قال استانست يوم شفتها، ادري انها مليانه خيرات. والله شوف عاد جبتها الحين، شوف عاد شوف والله السفر بدون ذي ما تصلح. شوف هذه فواكه بس ما شاء الله، وهذا الفطور بس، وبعدين شاي وقهوه حلا اهم شيء هذه معانا امورنا طيبه ان شاء الله. لقطت كل الفواكه اللي بالبيت وجبتها عشان تاكلونها، حرام تخرب. احسن زي ما سويت. ابى اطلع الحين انا وافطر. والله عاملتكم اليوم سندويشات، ابغاك تذوقها بس، تاخذ فره انت. طبعا انا نسيت، طيب يا بنات طبعا السندويشات نسيت شغله، انا حطوا بها مخلل، انا نسيت احط مخلل، توي تذكرت توها فطنت علي. حطوا بها شرايح مخلل، لا تنسون مره مهم ترى فيها، واذا حابين شطه. هذا الواحد بالسفر تنفتح شهيتها كل شيء. والله عامله سنشاد دجاج بالجبن يبغى يحبها قلبك. لكن انا انبسطت يوم شفت البكشه هذه، احنا بخير معناته. عافيه يا ماما، عافيه يا روحي. خلوني افطر بس، خليني اكل لك واحده طيبه عادي. والله اصبر بس، يمكن مرات كثير تجي الحين. يلا خلاص يا بنات شوفوا شلون السندويش يا يوسف. صيح البكشه ذي ما اطلع منها الا فعلا من طيبه. انا من شفتها ارتحت نفسيا. شوف شوي. عافيه يا ماما. شوف الونيه الله. والله يا بنات لذيذه، جربوها بس حطوا بها مخلل، ترى حلاتها بالمخلل تطلع مره لذيذه. والخس يكون كثير شوي، انت بيت في السياره الخس كثير شوي، انا ما عندي خس صراحه، انا اللي عندي حطيته. شفتوا الحزمه حقت الخس اللي جابها ابو ساره اخر شيء بالروتين صورتها معاكم، هي هذه خلاص كان اخرها، ما عندي اي ورقيات. قهوه كبيره، قهوه كبيره. الله تبغى نحطك بالفنجان؟ لا. نحطك فنجان سارونا؟ لا. اعطيك ثانيه. خلاص احنا الحين وين؟ احنا الحين في حايل، وصلنا الى حايل الحمد لله. يبغى يعبي زوجي بنزين وبعد كذا ننطلق الحمد لله. الارض انطويت، ما حسينا صراحه بالمسافه. مندي ايه 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 اي
يا رب استغفر الله العظيم. انت مفطح تبي مفطح ولا مندي؟ والله عاد المندي ما يلعب. ابغى مندي. طبعا يا بنات المغاسل الإضاءة تضغطون عليها تنور، شايفين الضوء الأزرق؟ حاط لكم استشوار وأكواب عشان تمضمضون، وحاط لكم صوابين وفرشيات أسنان وكل حاجة. هنا من اليمين هذه دورة المياه، كرسي، وكذا على اليسار هنا هذا المروش، وهنا حاط لكم ورا الباب في مناشف. خلاص كذا تمام. طيب كذا هذه دورة المياه، خلاص كذا تكون الشقة كاملة مكملة. الحين زي ما قلت لكم راح أبو سارة يبغى يجيب لنا غدا لأني جوعانة. حنا من طلعنا على السندويشات، والسندويشات يا بنات زاد منها تقريبا 6 حبات. سبحان الله اللي كانوا عند المحطة لهم نصيب فيهم، عطيناهم إياها، يعني كنا أحسن ما ترمي، لأن إحنا جايين خلاص نبغى نتغدى، فعليهم يا رب بألف عافية. فراح زوجي يبغى يجيب لنا رز، ونقعد كذا نضرب على الطاولة ناكل لأني جيعانة. وش تبغين تاكلين؟ مندي. بنتي مدمنة مندي. شوفوا هذا الفندق يا بنات من برا، اعطيكم طلة كذا على السريع. هذا حنا وسارونا كذا رايحين، شوفوا سارونا حليلها جميلة. حين اعلمكم بالسيارة حنا وين رايحين. يلا ماما. سارونا مشكلتي امس
أكل سبيت من ذاك أكلت بيضة جبنة على اساس انها اكلت كل هذا وما اكلت العود بس نظرتهم ناظر بس يلا اكلت الوان هذا الفندق من هنا شوفوا لا لا ما اريد شوفوا انتم يا بنات قهوه ضيافه خذينا القهوة وطلعنا الحين رايحين الحين بدت معانا رحلة البحث على سرير اي والله رحلة البحث على سرير وين سيارة زوجي فانا بروح ندور على سرير بما اننا بالقصيم بحكي كل التفاصيل لكم باذن الله تعالى بالسيارة من مشيئة الله يا بعد زول يا هالزول يا عمار يا عنيزة الى اول محل شوف نفس هذاك ليش بدون هذا كبير؟ يصير صغير كذا. هذا برضه كبير. شوف يوسف. وين أبيض؟ أنا أبيض هذا موجود. تبي نزل هذا كذا صغير كذا. هذا نفس الديكور برضه 200 ديكور ناعم بس. فوق في هذا. شوفون هذا بألف يا بنات. شايفين؟ يبغالي ارسمه وناخذه عنده يشوفه هنا معرض مكه للمفروشات شغله ممتاز شغل خزائن عندي ما شاء الله كم سنه شغله زين يعني صادق بسم الله الرحمن الرحيم خلاص طلعنا من المحلات مع الاسف ما لقيت شيء على ذوقي كلها زي اللي شفتوها من فوق جلد او من فوق هذا قماش عليه زي كذا كريستالات هذه الاشكال انا ما احبها ابدا قالوا لي نفصل لك يعني نفس الموديل باللون اللي تبغاني قلت لهم لا فاخترت انه اروح المنجره وافصل عندها المنجره اللي رايحت لها انا فصلت عندها قبل وعارفه شغلهم ما هي منجره الناصر منجره الناصر اعطوني وقت طويل علشان اتخلص فاخترت المنجره اللي جنبها بوريكم الحين منجره الناصر وبوريكم كمان الاشياء اللي نبغاها يعني هذه المنجره الحين فيها اسمها منجره الناصر بعنيزه خلوني اوريكم بعض شغلهم عشان تشوفون نعمه الشغل شوفوا يا بنات شوفوا شوفوا نعمه الشغل شوفوا شايفين نعمه شغلهم كيف مره شغلهم جميل شوفوا الجزامه هذه مدري دولاب تنظيم شوفوا شايفين الالوان كيف شوفوا ناعم ناعم يا بنات شغله بمره ناعم انا مجربه عنده يعني قبل شوفوا ترى مدمور دمر شايفين لا حول ولا قوه الا بالله شوفوا الله يخلف عليهم يا رب الكريم شوفوا مساكين شوفوا مأكول أكل سبحان الله العظيم كهرباء شكلها يقولون كهرباء هنا مسكين الله يا رب يعوض عليه الله يعوض عليه خلاص طالعين الحين كذا زين وين رايحين وين رايحين رايحين إلى جمولي طبعا جينا بس تغدينا طالعين كذا إلى جمولي بإذن الواحد الأحد شوف حتى سارة ما غيرت نفس ملابسها تشوفون صح سارونا؟ إيه صح وين رايحة؟ جمولي أكيد؟ أنا بستان موت واو جينا إلى هنا هذا يا بنات جمولي مدري سفوري لاند ماني عارفة إيش هو أي ماما هذه سارونا شوف تلعب هنا تشوفونها يا سلام هذه تشوفونها قاعدة تلعب مجمع بارد وحلو سبحان الله كل ما جاكي أولاد تبدأ التنازلات عن نفسك يعني يعني قبل ما تجيني سارة أحس كان عندي اهتمامات أكثر أشياء كنت يعني أنلهف عليها أكثر أصير ملهوف عليها أكثر لما أسافر يوم جتني سارة لا أحس إنه صار عندي تنازلات شايفين هذه سارونا تلعب هنا سارة لعبت هنا مرتين تشوفونها قاعدة هي أبوها رفع يديها بنص
لعبت مرتين، رحت انا خذيت ايس كريم من كونزون، ومو كونزون باسكن روبنز، استناهم يطلعون عشان خلاص نمشي يعني وناكل. رحنا خط الباسم وخذيت انا وساره، خذت معجون، خذيت واحد لي وواحد لها، معجونين وريهم ماما. وخذت هنا لوحه عشان تكتب عليها، صبوره هذه ماني عارفه الوان ماني عارفه ايش، بس معاها قلم صبوره يعني اتوقع انها يعني لوح معدني بخمسه يا بنات. وهذه الالوان عشان احط لها على شعرها، الطبشور عرفتوه القديم حق الالوان، بحط لها بكره باذن الله تعالى واوريكم كيف يطلع. واللعبه ماما باقي واحد، فكيتيها سياره؟ ايه. ليه؟ وهنا شوفوا، هنا جبنا، هنا يا بنات جبنا دونات. اسحب الكيس يوسف، شوفوا جبنا دونات من كريسبي كريم. شوفي الوردية هذه، طبعا انتم عارفين حقت من الوردية، اكيد حقت من سارة، حقت سوير. يلا حياكم الله على الدونات، هذه حقت سارة طبعا، راح تبثرني اذا ما عطيتها. اعطيني فاينة، خلي احط لك اياها فاينة. يلا هذاك فاين عند بابا، شوفي طاولة. يلا خذي، اتكبي ماما. وهذه قهوتي، نبغى نتقهوى عليه، وابو سارونا جايب تمر، مشغلين كذا التلفزيون وجالسين، الاجواء صراحه حلوه وهاديه. احب اقول لكم انه راسي يبرم، عارفين ايش معنى يبرم؟ من النعس يلف، احس اني اشوف الواحد اثنين. طبعا انا وساره قاعدين نبغى نتعشى، هاتي ماما وريهم. شوفوا طلبنا هنا سندويشات فلافل، اشتهيتها مع كوب شاي، خذيتها بالبيتنجان والزهرة والطحينية، حسيتها مرة لذيذة. نبغى نسوي كوبين شاي أنا وسارة ونقعد، لأن أبو سارة راح العشاء، عنده عشاء عمل وراح وخلانا وقعدت أنا وسارة هنا يعني الحمد لله. هذا فطورنا ثاني يوم، طلبنا فطور الغرفة، جابوا لنا خبز، هنا لبنة وحمص، وهذا لمن يعرف إيش، هذا فول، جابوا لنا شاي، كمان جابوا لنا بيض. فطور عندهم يا بنات كذا، عندهم نوعين، كونتيننتال اللي هو فطور غربي، وعندهم فطور شرقي. فطور الشرقي يا بنات 45، زي هذا كذا 45. الحين انا طالعه انا وساره كذا رايحين الى وين؟ الى الدانوب. تمام، هذا ثاني يوم يا بنات، طالعين كذا الى الدانوب، دانوب عنيزه. ها طبعا ابو سارونا مسافر مسافر، وحنا مسافرين، طلع للرياض كذا، هو اخوه عنده شغله يبغى يخلصها ويجي. الاتجاه نحو اليمين. ادري بعض التعليقات راح تجي، ليش ما صورتي اهل زوجك؟ ليش ما صورتي روحتك لهم؟ وما ادري ايش، تعودتوا انه بعض الناس تطلع الاشياء الخاصه فيها مع الناس الثانيين، انا قررت اصير مشهوره امامهم، فما راح اصورهم ولا اصور بيوتهم ولا حياتهم، ولا راح اصورها لاهلي ولا بيوتهم ولا حياتهم. هذا الشيء يعني يخص ام ساره لكم من حياتي وبس، اما الناس الثانيين ما لهم علاقه يعني. أنا وين يا بنات؟ أنا بالدانوب، وبأخذ شوية فواكه، بس أباخذ فواكه مقطعة، فهمتوني؟ مقطعة ومغسلة وجاهزة بس ناكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عمار كنت أجي قبل ما أجيب سارة، تخيلوا، قبل ما أولد سارة كنت أجي، قبل ما أحمل فيها. سارة تبغى تأخذ سلايم، تبغى تدمر لهم الفندق. شوف خذيت انا وسارونا مشوين العاب زي كذا، تخيلوا خذينا العاب زي كذا قبل شوي، بوريكم اياها. شوف هذه 18، هذيك بخمسة خذيناها. امام هذا هو هنا، خلنا نشوف هنا في سلايم، هذا هو. يلا اخيرا، يلا اختاري اللي تبغين. ايش تبغين شكل؟ تبغين هذا وردي؟ بيوت الحيوانات. طبعا يا بنات انا خلاص فصلت سرير، زين فصلت سرير. هذول اشوف اشكالهم غريبه، شوفوا الحدائق. انا فصلت سرير يا بنات خلاص الحمد لله، قالوا لي 15 يوم يخلص، الحمد لله والشكر. فصلنا منجره بالقصيم، بتشوفونها باذن الله تعالى معي بمشيئه الواحد الاحد. شوفوا هذول يا بنات اشكالهم مره غريبه، تخيلوا. شوفوا اسعارهم 123 129 262 87، شوفوا اشكالهم مره غريبه. اي ماما
شوفوا هنا في أشياء عجبتني كمان، شوفوا هذا كمان أشياء مرة حلوة، في بدون أرواح إذا حابين زي كذا، كلها ممالح شوفوا مناظرها ريفية وحلوة. تعالي ماما لا تخافي، ماما ما يسوي شيء يا بنتي يا خوافة. شوف هنا ايش هذا، خلنا نشوف هنا ايش فيه. حلوين، شوف الفوانيس هذه حلوة. الحين جاء دور اروج سارونا بالحمام، بس قاعدة تتنقع شوي خلاص، وبلبسها هذا الروب الكيوت اللطيف. ايش رايكم فيه؟ مرة حبته يا بنات، مرة يا بنات جميل جميل جميل، حيل حلو. احب الارواب على البنوتات، احسه احلى. اي ماما شايفين مرة يا بنات كيوتي ولطيف، الحين تشوفونه عليها مرة حلو. تخيلوا يا بنات هذا الروب 13 ريال، كنت ما اخذته من السكاكة، مرة حلو. والقماشة قطن بارد 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 من جد حلو يعني. خلوني احممها وبعدين اوريكم الاغراض اللي خذيناها، وانا باخذ دوش بعد من مرة يعني. من هي هذه البنت؟ سارة. ها؟ سارة. شفتوا ملابس سارة حلوة ما شاء الله وتروشت، شفتوا؟ شفتوا سارونا اخذت دوش؟ هالدوش؟ حلو دوش ماما؟ تروشتي دوش؟ ما عندك حلاوك الحين؟ يلا تعالي. شوفوا يا بنات هذه الاغراض اللي خذيتها، خذيت بس فراولة، صندوق فراولة تمام؟ وكمان خذيت قهوة أول مرة أجربها، كيف المسافر أنا جربتها بالهيل، بس هذه عروب دلة عروب أنا أول مرة أجربها، قولوا لي اللي جربوها حلوة ولا لا. بالزعفران خذيت بالهيل وبالزعفران تمام؟ اثنين يعني. وكمان خذيت هنا وأخيرا أنا من عشاق، ومن كنت بالقصيم وأنا ما أجيب، إذا رحت لازم أخذ منه. خلوني أوريكم، شوفوا خذيت ربع كيلو بيتي فور، البيتي فور حقكم يا بنات ما يتفوت، شوفوا لذيذ لذيذ لذيذ، يتفتفت كذا مع كوب قهوة تركي. الحين أطلب لي قهوة تركية وأقعد أكيف عليه، خيالي خيالي. وكمان خذيت هنا هذا، خذيته من محل ثاني، هذا قلت لكم أحبه كمان، هذا معمول بالتمر، كمان أبو سارونا يحبه، خذيت بالفراولة وبالتمر خلاص. وهذه سارونا، يلا حياكم الله. قاعدة كذا أتقهوة، القهوة يا بنات خرافية خرافية خرافية، وسارة تاكل بعد. لازم تشاركني بكل المقاطع لازم. بسكوت تبغين؟ لذيذ لا يفوتكم يا بنات، حق الدانوب خيالي. سارونا وش معاهم؟ وريهم ماما تحت، انزلي شوف وريهم، اشوف هذه وري، خليك خليك وريني بايدك. الله حلو. هذه كيكة، كيكة حليب بدري تفاح، هذه مصاصة، هذه سفاح. سفاح حبيبتي سارونا. خلاص كذا جاء ابو سارونا من السفر تمام، الحين رايحين وين؟ رايحين نبغى نتغدى، طالعين كذا نبغى نتغدى. وهذه سارونا لبستها شيء صيفي 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 قطن يعني على الاخير. يلا فتح يوسف. يلا يا بنات هذا غدانا، شوفوا طلبنا هنا مسقعة، احنا مطعم الرومانسية. والله جوعانة ما عاش الجوع يا ماما. شوفوا هنا خذينا مسقعة، هنا جايبيننا سلطة حارة، سارة ما تاكل. وهنا يا بنات طلبنا، شوف ايه شوفوا، خليني اوريكم شلها يوسف. ايوه هي خلص ذهب. الله طلبنا هنا مسقعة، شايفين سارة وأبو سارة عصير برتقال، وأم سارة أخذت بيبسي وبس. والله حياكم الله معانا على الغداء. طبعا يا بنات مسقعة ومسقعة ونص نص دجاجة مقلوبة والعصير والمي والبيبسي وكل شيء، والبيبسي كل هذا طلع بستين ريال. جينا هنا للفندق الثاني خلاص، هذا آخر يوم لنا بالقصيم. طبعا طلعنا من الفندق هذاك لأنه ما إحنا مسوين حجز اليوم السبت، فاضطرينا نطلع الفندق ثاني. ويا لله لقينا غرفة، تخيلوا زحمة زحمة زحمة، تخيلوا كل شيء فل فل فل،
اضطرينا ناخذ غرفة هنا بس. تخيلوا زحمة زحمة، احنا فندق جلنار الحين، يعني ساعتين وحنا ندور والله يا بنات فندق، بالعافية لقينا. احنا موجودين الحين، شوفوا خلاص احنا موجودين الحين بفندق جلنار، تمام. خذينا غرفة، الغرفة كانت ب300 و 300 اتوقع و20 اذا ما خانتني الذاكرة، بس اشوى اللي لقينا يعني شيء كويس. استنى، هذا الفندق يا بنات اللي حنا فيه، تشوفونه؟ في فندق هدي صغير هالمصر. تخيلوا بالعزر 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 على ما لقينا الغرفة هذه، لفينا لفينا لفينا، تخيلوا ما لقينا فل 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 فل، ما كنا نلقى اي غرفة ولا كفو. هذا السرير هنا عادي، غرفة عادية تشوفونها، حاطين مكان الجلوس هنا مع الطاولة كذا. الغرفة من هنا حاط لكم دولاب عليه اغراض، في ثلاجة كذا، وهنا هذه دورة المياه تكرمون، علشان اللي حابة تجي تستأجر يكون عندها فكرة. خلاص، وهنا على المغسلة حاطين لكم كل الادوات، شايفين؟ استشوار، صابون، مناشف، يعني فنادق عادة الفنادق النجوم يكون كذا يعني. وهنا هذا المروش، كمان في مناشف، تمام. هذه الغرفة يا بنات اللي خذيناها، هذا يا بنات الفندق اسمه فندق دولنار بعنيزة، قيمة الغرفة 300 تقريبا، 20 ريال شامل الضريبة، بدون وجبات بالفندق، ما عندهم وجبة يعني، في فطور بس ما تحجين أي غرفة مع الفطور نهائيا، أنت تطلبين الفطور الحال، ما في حجز مع الفطور. خلاص شايفين كذا، الحين عاد نبغى ابغى افسخ شنطتي، هذه شنطتي. واحب اقول لكم يا بنات اني جيعانه، افطرنا الصبح من عند شاكر، فلافل شاكر، جبنا باذنجان، فتت باذنجان، سندويشات باذنجان، وكانت صراحه مره لذيذه، وجبن حلوم وفلافل وشاي. والحين نبغى نجيب غدا، ماني عارفه عاد، ماني خلق اليوم انزل لا غدا ولا حزنون. امس وين تغدينا؟ امس بالرومانسيه شفتونا، اليوم عاد ماني خلق انزل مكانه، بقول لزوجي جيب شيء كذا يعني سريع بالشقه ناكله. وبقعد يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت التلفزيون في يوتيوب، يا ليت مشتاهي اتفرج على اليوتيوب واكل عند الشاشة، يا رب في يوتيوب. تخيلوا، تبغون تضحكون علي، تخيلوا جايبة معاي المعمول هذا حق مومي رز، عرفتوا ذكريات؟ ايوه. تخيلوا جايبته معاي ليش؟ علشان اكله مع النسكافيه، مرة ميتة عليه مشتهيته. الحمد لله هنا عاملين كوفي كورنر، شايفين؟ او ركن القهوة، بتقهوة بس أول شيء أبغى أتغدى، مرة ميتة عليه مع فنجان قهوة. طبعا أنا معي قهوة عربية، وهنا في نسكافيه وأشياء، بس يعني الحمد لله. أبغى أشيل بس الأغراض اللي هنا أحطها هنا، كمان أبغى أشيل الشنطة، ما معي شيء صراحة، أبغى أحط الشنطة هنا، ما معنا إلا شنطة واحدة الحمد لله اللي ما كثرنا يعني. يلا حياكم الله، طلبنا هنا قهوة وشاي، ماما ما ادري كلي وحده، خلنا نشوف هذا ايش، ماني عارفه والله. وهنا في تمر احنا معانا، شوف هذا ايش، هذا كانه حلاو، ما ادري صراحه، انا جيعانه صراحه، ماني مشتهيه هذا. طلبنا اي ماما، طلبنا كبسه لحم، سكر يا ماما، هذا سكر، هذا سكر يا بنات. خلاص جلست كذا، شوفوا هذا زوجي قاعد يشبك لي اليوتيوب، تمام. واخيرا برت سبدي، خذيت من المعمول، لذيذ يا بنات، لذيذ لذيذ اللي يفوتكم. والقهوه محبوكه صراحه. هذا التلفزيون نبغى نشغله عاد على اليوتيوب علشان اتفرج واستانس. خلاص طلعنا كذا الحين مدينه المرح الملاهي، شايفين يا بنات؟ جانا الفندق بالليل، الله دادا، وهذه سارونا، سارونا ما وريتيهم ملابسك ماما، دري على ورا، شوفوا لبس سارونا، شوفوا شوفوا ما شاء الله لبس سارونا يجنن، شايفين؟ شايفين؟ يلا روحي اركضي، شايفين الأجواء، ريحة الفندق بخور، هذيك سارونا مستانسة. شوفوا الأجواء كيف عندنا، بسم الله. حتى شيء تبغى اللمبة تنطلق صادق. هنا الأسانسير، يا بنات فستان سارونا خذيته من موقع هاي بيبي،
خلاص من موقع هاي بيبي الفستان حقها مرة حلو وناعم صح سارونة؟ صح جميل ولا مو جميل؟ وصلنا إلى سمعت صوت ملاهي؟ وصلنا إلى عنيزة مول يا بنات حنا في عنيزة مول هذا من أقدم المولات بعنيزة هنا في معرض الرسام أحد الرسامين سارة ذابح الحماس مرة متحمسة هذه أول لعبة سارة لعبتها تشوفونها قاعدة هذه حالها خلي ما في غيرها تقولي لي تغر الألعاب تقول شكلها متحمسة أي والله أنا متحمسة تشوفونها قاعدة شوفوا ما في أحد شبه فاضية يعني ركبت سارة وأبو سارة بالسفينة تشوفونها توقعتها كذا ارتفعت برا بتسمع صراخة أنا توقعتها تروح يمين ويسار أدريهم صاروا يصرخون ما توقعتها ترتفع فوق كذا أبغى ألعب أنا وأبو سارة هنا طبعا سارة انتحرت إني ألعب يلا شوفوا نزلونا كثير يقول أبو سارة يبغى يسوي تحدي ماني عارفة إيش هو التحدي يقول إذا فزتي ما أدري وش التحدي وش التحدي يوسف؟ ايش تقول؟ إذا نسوي مسابقة إذا فزتي تفضلي إذا فزت أفطرك؟ إذا أنا فزت؟ أيوه يا سلام أفطرك بحالتين يعني يلا واحد اثنين ثلاثة لا لازم بالحمرة الكبيرة بس يسارة تلعب هنا حبيبة قلبي سارونا حبيبة عمري سارونا اسمع كلام بابا وتسمع كلام ماما خلاص كذا كذا حنا على مداخل سكاكا الحمد لله وصلنا بالسلامة يا رب لك الحمد والشكر أتمنى كان هذا الفلق الخفيف الظريف كذا استمتعتوا فيه وتونستوا فيه ما حبيت أنه أطول فيه عليكم قلت يعني تغيرون معاي جو بفلق واحد كذا يعني تستمتعون وتستفيدون بس والله هذا كان الفيديو حق اليوم إذا حبيت القناة حياك يلا عندي بالقناة واشتركي وإذا حبيت الفيديو فضلا لا أمرا ادعميني بلايك السلامة وهذه سارونا تقولكم مع السلامة رب اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع السلامة مع السلامة